بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة بتاعنا هيكون عن حاجة اسمها necessity and obligation، الضرورة والإلزام. ازاي نتكلم في جملة انجليش؟ نعمل جملة انجليش بتقول ان الحاجة دي لازم تتعمل، ضروري تتعمل. لازم تتعمل وضروري، يبقى انت عايز تتعلم كلمة must، عايز تتعلم كلمة must، وعايز تتعلم كمان كلمة mustn't، must و mustn't. عايز تعلم تعبير has to و have to، عايز تعلم it's necessary to أو it's obligatory to، عايز تتعلم كمان don't have to و doesn't have to، don't و doesn't have to، وكمان كلمة needn't لما تقول ده ما كانش ضروري، don't و doesn't و needn't لما تقول ما كانش ضروري، didn't have to ما كانش ضروري في الماضي، وارجع ارجع ارجع رايح فين؟ needn't have past participle. حاجات جامدة جدا، درس محتاج تركيز. خلي بالك ان احنا بنختم شغلنا دايما بالاكسرسايز، بنختم شغلنا دايما بالاكسرسايز، فما تروحش في اي حته. اول جمله عندنا، باول حاجه عندنا كلمه ماست، اول حاجه عندنا ماست، اتعلم ماست والباقي كله سهل، لان ماست كذا استخدام، انما الباقي هو استخدام واحد، كورنر واحد بس. فكلمه ماست رقم واحد بتتكلم عن البيرسونال فيلينج، لما تكون حاسس ان انت جعان، I'm really hungry I must eat، جعان لازم اكل. I want to be in shape، عايز ابقى رشيق، ايوه ابقى رشيق اشيل الكرش والجو ده، so I must lose weight، I must lose weight، لازم اخس. strong advice، النصيحة القوية، النصيحة القوية الـ strong advice بنستخدم فيها برضو كلمة must. يعني ايه نصيحة قوية؟ يعني from a father or a parent to son، from a teacher to student، يبقى you must study the exam is near، لازم تذاكر الامتحان قرب. وكمان في الانفيتيشن، الانفيتيشن الدعوه، زي مثلا بدعوك بحراره كده الورم انفيتيشن، استخدم لك كلمه ماست. والله لا لا والله، والله يو ماست كام اند فيزيت مي، لازم تيجي وتزورني. يو ماست هاف دينر ويز مي، يو ماست، لا ابدا لازم تيجي، خد بالك دي اسمها وارم انفيتيشن. وانا ريمايند يو تو دو سمثينج، لما اذكرك تعمل حاجه فاستخدم لك تعبير برضو ماست، فاقدر استخدم لك يو ماست ريمبر، you mustn't forget. ده اكتر فعلين هنا، must remember mustn't forget اسمها reminding، التذكرة. don't forget that you must bring your books، تنساش تجيب الكتب بتاعتك معاك. recommendation او instructions، recommendation يعني التوصية والinstructions يعني التعليمات. التوصية يعني ايه؟ يعني انا زرت مكان لقيت المكان ده جامد، فبقول لاصحابي والله لازم تاكلوا في المطعم ده، لازم تيجوا في المطعم ده. instructions بدي لك تعليمات لازم تعملها قبل ما تفتح الجهاز اللي انت شاريه جديد، فاقول لك يو ماست. الجمله بتاع التوصيه بتلاقي فيه جمله زي اللي قدامك دي، بص كده معايا، يو ماست فيزيت لوكسور، لازم تروح لوكسور، it's great there، المكان هناك هتلاقي it's great it's fantastic it's fun، هي حاجه من دي بتقول لك ان انا بعمل لك ريكومنديشن للمكان، استخدم لك ماست. خد كمان تعبير you must shake the bottle، هز الازازه. ايه بقى shake the bottle ديت؟ انا بدي لك هنا instructions، تعليمات، shake the bottles before drinking. وكمان لما اعبر لك عن personal opinion، personal opinion لما اكلمك عن رايي انا الشخصي، زي personally I believe that all people should share in the elections، كل الناس لازم تشارك في الالكشنز، في الانتخابات. وهنا بقى الحته المشتركه ما بين ماست والباقيين، ايه هي الحته ديت؟ ان ماست جنرال رولز، يعني قاعده عامه، جنرال لو، كل الناس اندر ذس لو، يعني اول درايفرز، كل السواقين، مش واحد بس لا، كل السواقين يا عم الحاج، اول درايفرز ماست وير، لازم تلبس سيت بيلت، حزام الايه؟ الامان. طيب يلا نروح بقى للشريحة التانية اللي بتتكلم عن النسيسيتي والأوبليجيشن بس بكلام محدد. ايه هو الكلام المحدد ده؟ has to و have to، has he و she و it و have to I we you they، الفعل بيختلف. خد بالك بقى، in this nurse to wear a uniform، this nurse has to wear a uniform. طب ليه قلنا has to يا جماعة؟ لان nurse مفرد. طب ليه ما استخدمناش must؟ لان must ما بيجيش مع to. طب لو شيلنا to، ها تنفع must؟ اوكي، ولكن must دايما بتحتاج ان الكلام يكون general لكل. طيب have to، you to get a license، you must to get a، no 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 it's not right، you have to get a license، لان اللي بتستخدم هنا to have. طب مستر ما has ما تنفعش مع you، طب و had ما تنفعش لان الجملة مش past.
طيب قال لي بقى كمان لو قلت لك ممنوع يا سيد، ممنوع يا عماد، اوعى تعمل الكلام ده يا عماد، يبقى mustn't. mustn't والفعل فين؟ في المصدر. you mustn't use your phone in class، ما تستخدمش التليفون في الفصل، المدرس هيبقى زعلان منك وكده. it's forbidden، ممنوع اصلا، forbidden. هنا في كلمات بتوضح كلمة mustn't زي كلمة it's forbidden، it's banned، it's not allowed، it's against the law، it's against the law يعني ضد القانون، it's prohibited، it's illegal، it's unlawful، unlawful. unlawful يعني غير شرعي، خلي بالك معايا. في بقى أحيانا تلاقي الجملة جاية والمفروض نكتب mustn't ولكن ما نلاقيهاش موجودة. هنا البديل كانت يسد هنا، يعني اقدر اقول لك يو كانت سموك هير، ما تقدرش تدخن هنا، لو دخنت هتاخد مخالفة على طول وتدفع. طيب الجماعة البريطان بيحبوا قوي يقولوا has got to، have got to. انجلش بريتش جميلة جدا. بيقول لك بنستخدمها اكتر في حالتين، الحالة الاولى في المحادثة والانفورمال لانجوج واللغة غير الرسمية اللي هي between friends ما بين الاصدقاء، وفي الابريفيشنز. طبعا المحادثة هي محادثة بيستخدم فيها الابريفيشنز، يعني انا لو شفت ابريفيشن ما ينفعش معاه اقول has to، امال اقول ايه؟ has got to، اقول have got to. خد بالك معايا، we have got him ice cream or he will be angry، we have got to buy، to buy. ركز معايا في اللي جاية، الجملة بتقول ان الجملة فيها اختصار we've for him or he will be angry، we've got to wait for him or he will be angry. she take a taxi، she take a taxi as she's late، هي لازم تاخد تاكسي لانها متأخرة. she has got to، اللي هو الاختيار التاني ده هو الاصح طبعا، she has got to، هي مضطرة تركب التاكسي لانها late، متأخرة. ركز معايا، she has got to take a taxi، مضطرة تركب التاكسي لانها late for work، متأخرة على الورك. has got to هي الاختيار الأصح. طيب تعال نشوف بقى الجملة التانية. wait a minute I got the charger. الجملة التانية ال question word، أدوات الاستفهام. لما تحب تشتغل على question word هنا أداة الاستفهام، حط أداة الاستفهام بتاعتك وحط بعدها has got أو has أو have، وبعد كده subject وبعد كده got to. يعني إيه؟ يعني هنا تقدر تستخدم has و have عشان تعمل بيها السؤال بسهولة جدا جدا جدا. شوف ال example ده، when you go to take school، when you got to take the school test، عندك got to يبقى ما ينفعش do، ولا ينفع need، ولا ينفع must، امال when have you got to، when have you got to. why she got to attend the medical conference، why has she got to، has she got to، has she got to. انتبه معايا. طيب لما نيجي نتكلم بقى ب expression جامدة كده، واخد بالك expression it's، اولا عشان نوسع السكوب شوية، الموضوع مش مقتصر على it's دي بس، عشان تكونوا عارفين it's دي حته كده من ضمن التعبيرات. يعني مثلا تقدر تقول it's necessary، it's important، it's essential، it's easy، it's useful to المصدر. تعال بقى نقول الضروره، نقول فيها ايه؟ it's necessary to، it's obligatory to، it's important to، it's essential to، to المصدر. طيب يعني زي المثال ده، it's necessary a license to drive a car، to hold a license، ضروري قوي تبقى معاك license، رخصه عشان تسوق عربيه. طب انا عايز اقول ضروري بالنسبة لفلان، يبقى it's necessary for فلان to hold a license. يعني ايه؟ يعني هحط for علي، for حسن، for me، for him، اوكي، عشان بعد كده استخدم to المصدر. انتبه معايا كمان ان تعبير it's necessary في لعبة، هي بدل ما اقول لك to انا هقول لك that، it's necessary that، it's obligatory that. في الحالة ديت لازم انت تجيب subject وبعدين infinitive، infinitive، سمعتني؟ infinitive. it's necessary that علي، it's necessary that احمد go to school on time، it's obligatory that علي take، don't add s but just take. طيب التعبير ده ممكن ما تكونش سمعته قبل كده، it's a must that، it's a must that، it's a necessity that، ضرورة انك تعمل كذا. it's a must that علي his room، لازم علي يعمل الروم بتاعته. it's a must that علي ايه؟
clean his room، ينظف الغرفة بتاعته. يا طالب يا محترم، لما تحب تعمل question على has to وعلى have to وعلى had to، فكر كده. لو عايز تعمل question فكر بالوي دي، question word بتاعتك الجميلة what when where، بعد كده دخل do أو does أو did. بس do does و did في الانجليش الالف في انجليزي بيقول ان هما بياخدوا الفعل في المصدر بدون اي اضافة، الفعل في المصدر بدون اي اضافة. يا نهار ابيض، بالفعل في المصدر بدون اي ايه اضافة لدو وداز وديد. طيب when I have to take this test مستر وليد، when do I have to take this test مستر وليد، do I have to، امتى انا هضطر اخد التست ده. شوف المثال بعده، why did she borrow money، why did she have to. لما استخدم did او do او does يا ابني قول have to قول need to، اوعى تقول لي has ولا had. شوف بقى السؤال اللي بيبدا بماست بيدل لك على ايه، بيدل لك على ان الشخص اللي بيكلمك انه must you make such noise، هو انت لازم تعمل الدوشه دي، must you make such noise، I want to concentrate، عايز اركز. تعبير بقى بتاع it's necessary هتعكسه، it's هتبقى is it، it's هتبقى ايه، is it necessary، it's is it، it was it necessary. لو كان ايه تعبير للماضي مثلا، is it necessary that، هل من الضروري ان علي change job، يغير الوظيفة بتاعته. شوف الاكزامبل اللي بعده بيقول لك is it a must، هل دي ضرورة ان احنا نعمل كذا، is it a must، هل هذه ضرورة، is it a must. طيب يلا بينا نطير لشريحة تانية بتتكلم عن الضرورة في الماضي. الضرورة في الماضي بشتغل على تعبير اسمه had to، كان مضطر ان. past necessity، yesterday he some money as he lost his money، yesterday he had to، اضطر ان هو. ليه يا مستر خدت had to؟ لان انا بكلمك عن past necessity يعني ضرورة في الماضي يا ولد. الضرورة في الماضي على طول ما تفكرش في حاجة غير had to، كان مضطر ان هو يعمل كذا had to. yesterday he had a he had to take. النقطة اللي بعدها عندنا، لو كان الكلام في الفيوتشر احنا قلنا الماضي had to، يبقى الفيوتشر will have to. future necessity زي ما اقول لك كده، in the future people will have to، الناس هتضطر ان هي تستخدم اليو الاي بانكس، الناس بتستخدم الاي بانكس دلوقتي بس في المستقبل هيبقى اكتر. needs to او need to بتساوي must، need ديت يا اولاد بديل، يعني انا عايز اختار have to ما لقيتش have to لقيت need to، تنفع. عايز اختار must ما لقيتش لا must ولا have to، ينفع اختار need، ينفع اختار needs، تفهم؟ هي مجرد بديل. we need to solve the problem as soon as possible، لازم نحل المشكلة as soon as possible. تعال بقى نتكلم عن lack of necessity، لما يبقى مفيش ضرورة هنعمل ايه، لما يبقى مفيش ضرورة، لما يبقى مفيش ضرورة هنستخدم تعبير زي don't have to doesn't have to. خلينا في doesn't الاول، doesn't بيستخدم مع ايه؟ طبعا انت عارف الاس في الانجليش في ريليشن شيب كده، في علاقة جامدة بينها وما بين الهي وشي وات واسم الواد والبنت. he doesn't have to، he she doesn't need to، اللي هي she و it واسم الواد والبنت الاس على طول. احمد doesn't have to take a taxi، مش مضطر. او ممكن اقول كمان احمد doesn't need to، ممكن اقول كمان احمد needn't take a taxi، needn't يا اولاد take a taxi. طبعا التعبير اللي قدامنا ده فيه تو، ما اقدرش اختار needn't. ليه؟ لان needn't ما بيجيش معاها تو. اسمع تاني، needn't ما بيجيش معاها تو. اسمع كمان، needn't ما بيجيش معاها تو. طيب we to walk to the museum here is the bus، مش محتاجين نمشي للميوزيوم، here is the bus. we don't have to، طب ليه needn't ما بيجيش معاها تو؟ قلت لك needn't مش هتنفع لان ما بيجيش معاها تو. طيب لو كان الكلام على الباست الماضي، في الباست يا ابني استخدم didn't have to، ما كانش مضطر. he didn't have to go to school. ليه؟ it was a holiday، كانت اجازه. didn't have to.
طيب ده ما كانش مضطر. طب هل هو راح المدرسة؟ لا ما راحش. didn't have to يعني ما كنتش مضطر ان انا مثلا وانا في الجامعة I didn't have to study physics، ما اضطرتش ان انا ادرس physics لان كنت في قسم انجليزي، هدرس فيزياء ازاي؟ الحمد لله ما درستش فيزياء. I didn't have to ما كنتش مضطر ادرس الفيزيكس. طيب لما اكلمك بقى ما كنتش مضطر ولكن فعلت، يبقى needn't have past participle. needn't have ايه؟ past participle. اوكي؟ زي الاكزامبل ده، طلعنا نجري تسلقنا الجبل وطلعنا عشان نشوف القلعة اللي فوق الجبل، لقيناها مقفولة، يبقى المجهود اللي عملناه ده كله كان على الفاضي. We up the mountain to see the castle. It was closed. We needn't have climbed. ما كناش محتاجين نطلع فوق الماونتين to see the castle. It was closed. وأقول لك على حاجة كمان. I needn't have bought such expensive pen. ما كنتش محتاج إن أنا أشتري القلم الغالي قوي ده. ده قلم ب 50 جنيه وأنا بكتب حاجات قليلة جدا. I use my tablet all the time. الجملة اللي نزلت قدامك دي جملة should، انزل بقى كمان مرة كده وركز معايا. should اللي هي السموز بقى، السهلة اللي بين الأصحاب، الكلام اللي احنا بنستخدمه معظم الوقت. what should I do، ماذا يفعل، ماذا أفعل؟ أولا لازم تعرف إن should لها صورة تانية اسمها قدامك اهوت، ought to أو ought not to، يجب أو لا يجب. خد بالك معايا، ought not to بتساوي shouldn't، ought to بتساوي should. الفرق او تو اون تو انفورمال، غير رسمي وكمان منتهيه بتو. شود فورمال وما بيجيش معاها تو، يعني انت ما ينفعش تلخبط بينهم، ده مجرد بديل. انا عايز استخدم شود هنا ما لقيتهاش، استخدم او تو بديله، فاهم؟ استخدم او تو واون تو. في عندي التعبير ده والتعبير ده، يو هاد بيتر ويو وود راذر. ناس كتير جدا بتفتكر ان التعبيرات دي ماضي، شوف الترجمه كده، من الافضل لك. You had better study. انت هتذاكر امتى؟ You had better to exercise. بعدين يا ابني لسه جاي. You had better we would rather من الافضل. I'd rather do كذا وكذا. افضل ان انا اعمل كذا وكذا. قال لي خلي بالك ان دول مرتبطين بالفعل في المصدر وهم لسه مستقبل. لذلك وانا بشرح لك قاعدة اف كمان شوية اقول لك would rather و had better احسبهم على الحالة الاولى. ما تحسبهمش على التانية ولا على التالتة. تعبير it's advisable. it's ايه؟ advisable. advisable يعني منصوح به، و it's inadvisable من غير المنصوح به. if I were you I would، if I were you I wouldn't، if I were you I would تعبير مشهور جدا من اعدادي. it's a good idea to، it's not a good idea to، it's recommended to. it's a good idea to يعني من الايه، من الفكرة كويسة ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا. ابن الشاطر وبنت الشاطرة تخلي بالها معايا جدا ان كلمة should ليها استخدامات بالظبط زي كلمة must. منها مثلا asking about the second step. what should I do next؟ اعمل ايه بعد كده؟ او should we invite her to the party؟ هل احنا لازم ندعوها للبارتي؟ is it a good idea؟ دي فكرة كويسة. should we؟ طيب sensible advice، انت عايز تنصح زميلك كده باسلوب رقيق. you shouldn't stay up late، ما تسهرش at night. It has a bad effect on your health. السهر وحش زي ما انتم شايفين الشكل كده، والواحد سهران حالته وحشه جدا. Possibility. Possibility يعني الاحتمالات بنسبه 99%. يعني ايه؟ الاهلي بيلعب فرقه مثلا من الفرقه بتاعه الدرجه الثالثه، ايه اللي هيحصل؟ الاهلي شدوان، اتس الاهلي، الاهلي لازم يفوز يا عم، ده الاهلي. على فكره if you take the metro، لو خدت المترو you should be there on time، هتبقى هناك في ميعادك بالظبط. opinion، opinion الراي. in my opinion you're fat، انت تخين شويه. I think you should join the gym، you should join the gym. a gym ايه؟ you ought to join a gym. شفت البديل مكتوب ازاي؟ you ought to join a gym. انا متعمد اقرا دي، متعمد اقرا دي. الجملة اللي بعدها suggestion، الاقتراح. خد بالك معايا، I suggest that علي، انا بقترح ان علي change jobs، انا بقترح ان علي غير الوظيفة اللي هو فيها دي، ما بيكسبش كويس. I should، I suggest that علي change jobs. تمام، I suggest that علي should it change jobs. انا عندي اختيارين صح هنا، should it change jobs و change jobs. وممكن اقول كمان على فكرة change jobs، وممكن اقول كمان must change jobs. ومال ايه بقى should be؟ والله should be ده لو مبني المجهول. تعرف يا أستاذة the room should be cleaned،
الغرفة دي لازم تتنظف. should be cleaned. طب should be verb ing. Why are you awake؟ انت صاحي ليه لحد دلوقتي؟ you should be sleeping now اللي هو المثال التاني ده. Why are you awake؟ you should be sleeping. المفروض تكون بتعمل ايه؟ Why are you on the phone؟ انت ليه قاعد على التليفون؟ you should be studying. المفروض تكون بتذاكر. The house should be cleaned. البيت لازم يتنظف. It's a feast يا استاذ. حان وقت الايه؟ العيد. should be cleaned. ركز معايا بقى في الجزء اللي جاي ده. في should فيها اوبشن مهم جدا 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 خالص. should have past participle و ought to have past participle. ده لو هلومك على موقف فات عدى خلص، هلومك على موقف فات اجيب لك تعبير should have past participle no. فاخد بالك معايا. should have ايه؟ past participle. should have past participle تصريف تالت. ought to have past participle. for blame لو انا بلومك على حاجه عدت، تمام؟ انا بلومك على شيء عدى، يبقى اجيب لك should have. The team lost the match. فرقة خسرت. They should have worked hard. كان المفروض يشتغلوا بجد. كان المفروض يشتغلوا بجد. They should have worked hard. Okay. He failed the exam. فشل في الامتحان. He ought not to. عشان شفت الفعل wasted لقيته سلبي، فقلت ought not to have wasted his time. ما كانش المفروض يضيع ايه؟ وقته. طب لو جيت قلت لك بقى كان المفروض يبقى ought to have studied. كان المفروض يذاكر. طيب لما تحب الافعال اللي فاتت دي كلها تحط لها باسف، حط لها بي. must must be. should should be. have to be. has to be. كلهم بياخدوا يا جماعه، كلهم بياخدوا بي والتصريف الثالث للفعل. اوعى تنسى الكلام ده. يعني اقول لك the house has to be tidied. المنزل لازم يحصل له ايه؟ tidied، يتنظف. The room has to be and so on. وهكذا يا ولاد. شوف المثال التاني. The homework must be done. لازم ان الهومورك يتعمل، تفهم؟ must be done. The car needs to be checked. ايوه to be checked اللي هي دي كده، اللي هي دي اللي عليها سهم الارو ده. to be checked. وفي حاجة تانية اسمها checking. في قاعدة كده بتقول ان need بتاخد ing او to be والباست بارتيسيبل، يا فيرب ing يا to be والباست بارتيسيبل. be careful of that. طيب تعالى نترن ذا بيج كده ونخش مع بعض في الجزئيه اللي جايه. الجنرال اكسرسايز، انتوا عارفين دايما فيديوهاتنا مميزه بالجنرال اكسرسايز. دايما ده اميز حاجه بتميزك مع ايزي انجلش، ان احنا مش بنشرح، نقول الكلمتين ويلا. when we were children ساعه ما كنا عيال، we use an email، we wrote letters. عيال صغيرين وير وماضي. after hurting his hand يبقى had to لان الكلام ماضي. طيب ارجع معايا بقى للنقطه اللي جايه. you wash the car. this man will wash it. الراجل ده هيغسل العربيه، انت مش محتاج تغسلها. you ايه؟ ايوه. mustn't ازاي يا استاذ؟ ما ينفعش. mustn't يعني انا ممنوع اغسل العربيه. طب انا هغسلها، انت مالك؟ لا needing مش محتاج، عملت براحتك، انما انت مش محتاج. اوكي ركز معايا وحلوه. مشي دي، مشي وجبنه وكده. طيب we didn't have a test today. احنا ما عندناش تيست النهارده. so I forced it last night. and بص المثال غريب شويه ان هو جايب didn't و today، بس عادي بقى. يعني احنا ما رحنا المدرسه النهارده، ما خدناش امتحان، والمستر كان مأكد ان في امتحان بس ما خدناش. قعدت راجع طول الليل بس على الفاضي. بما اني رجعت يبقى needn't have revised. needn't have revised هو التعبير الصح هنا. طيب ابني وبنت الشطار، بص المثال اللي بعده. the boys to have made so much noise in the library. يعمل دوشة في المكتبة. mustn't. لا معلش مش هينفع mustn't يا ولاد، عشان تو. خلي بالكم ان انا بتعمد الكلام ده، مش يعني انا ما بغلطش فيها. اوكي يعني مدرسه 100 مرة، فانا بتعمد الحاجة دي عشان الفت انتباهك، لان انت بتعمل الغلطة دي. انت اخترت مصر، انت ماخدش بالك ان هو ايه، انت دماغك ودتك لدي، ماخدش بالك من تو. لا يا فندم انتبه. oh not to لا يجب ان يفعلوا ذلك. شوف الاكزامبل اللي بعده. you to stop smoking as soon as possible. لازم انت تبطل تدخين باسرع ما يمكن. if you want to save money لو عايز توفر فلوسك. انا الحمد لله بوفر فلوسي ومبطل تدخين. يبقى you ought to.
طبعا عشان تو اوت تو مش اي حاجه تانية، مش شود. The general director المدير العام suggested that Mr. Ali اقترح ان مستر علي قاعدة suggested recommended فاعل فاعل ذات والفاعل suggested recommended ذات والفاعل هات المصدر او should والمصدر suggested recommended هات الفاعل ذات والفاعل يبقى مصدر او should والايه والمصدر. The general director suggested that Mr. Ali should be promoted. Should be promoted ليه؟ لأنها مبنية للمجهول طبعاً. الجملة اللي بعدها you arrive at the office late or you will be fired. اوعى توصل متأخر وإلا هتترفد يا فندم. يبقى إيه هنا؟ أنا ما خدتش بالي معلش I'm sorry. يبقى you ought not to arrive. لا يجب ولا you mustn't. او نوت مش جاي معاها تو تبقى غلط طبعا. يبقى mustn't هي اللي جايه كامله كده mustn't او must not اللي هي الاخيره دي شايفها must not هي mustn't. يلا نروح بقى مع بعض لباقي الاكسرسايز. When you go to Alexandria لما تروح اسكندريه you visit the library it's amazing you must ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه suggestion اقتراح. طيب you shouldn't have bought shouldn't have bought لاني بلومك على الماضي. واحد قال لي طب هي shouldn't قريبه من mustn't طب ما هي تنفع. قلت له لا استنى بقى عليا لو جبت لك mustn't have دي مش هتمشي خالص في الاستراكشر ده اللي تمشي معانا هنا او نوت او سوري اللي هتمشي معانا shouldn't have shouldn't have. اكسبريشن اللي بعده بيقول I spent You bought your coat on the floor. انت حطيت الكوت على الارض. Now it's dirty. دلوقتي بقى dirty. اختار ought to ولا might not have ولا mustn't have ولا shouldn't have. اختار على طول shouldn't have. ما كانش المفروض حطيت الكوت على الارض لان دلوقتي بقى dirty. I spent the last week playing. انا قضيت الاسبوع اللي فات كله بلعب مع الفريندز as I any more homework. As I انا لعبت طول الاسبوع I didn't have to study ما كنتش محتاج ان انا اذاكر ولا عندي homework. You be 17 to drive a car in England لازم يبقى عندك 17 عشان تسوق عربيه يبقى you might need have to ought to القانون واللائحه have to. النقطه اللي بعدها the baby as he is crying loudly الولد عمال يعيط 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 هو needs الأخيرة to be fed محتاج حد يؤكله needs to be fed. The merchant should always honest with the customers. المرشن لازم يبقى honest with the customers. Should always be honest. Should always be honest. Be أنا تمام الفعل اللي لازم هنا be. بعد كده عندي جملة بتقول لأولاد الشطار he take a ride as he doesn't have a far doesn't live far ما مش عايش بعيد عايش قريب مننا يبقى he needn't take a ride needn't الأخيرة خالص he needn't لو عندك doesn't have to كانت اختيار صح برضو. The sign in the park says sign اللافتة بتقول that people walk on the grass mustn't walk on the grass الناس المفروض ما تمشيش على الجراس. خلص الريكورد بتاعنا وخلص الشغل الجميل بتاعنا. I hope you enjoyed. أتمنى تكونوا استمتعتوا. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتعمل الجرس والكلام ده. وأهم من كده وكده أن أنت تعمل لايك للفيديو. تعمل كومنت بتاعك اللي أنت عايزه. تشير لأصحابك. هو ده الحاجات اللي احنا بندور عليها في شغلنا. لأن احنا عايزين أقصى عدد ممكن من الناس يستفيد. No more no less.